وطنك هلا موجوع مثل هالاوطان، مثل ما لبنان موجوع، مثل ما هالاوطان العربيه موجوع. في وضع اقتصادي صعب، في جوع، في قله، في حصار. لك يا رابعه بدي اقول لك شغلي، جوع مشان نحكي هلا، يعني سوريا العدو تبعها طلع مانو كفء انه يضل بساحة الميدان وبالمعركة. يعني العدونا طلع عم يستعمل اساليب ملتوية، لانه بالقتال ما قدر على رئيسنا، يعني ما قدروا عليه. خلينا نحكي الصراحة، على السيد الرئيس ما قدروا يلولوا دراعه بالمعارك، وهون كمان صعب يلولوا دراعه، لانه اولا نحن من طفولتنا ايام القائد الخالد الله يرحم روحه حافظ الاسد، كنا نطلع نحيي العلم تحت المطر، علمنا حب الوطن. حاصرونا اقتصاديا لا شك، وشغلي معروف لك للجميع، بس الشعب السوري في مثل كان يقول لي هو بيي، او مثل بيقوله كل العالم، الشبعان بده 40 سنه ليجوع، فلحنا صار لنا سنتين اسا، سمعك 38 سنه، فهات سنين لحتى يجوع الشعب السوري. الشعب السوري ما بيجوع، ولا منمد ايدنا لحدا، ومنقضيه شو ما اكلنا منعيش، يعني ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ما بيتركنا طالما انه عندنا قائد حكيم عم يسير المركبة مثل ما بده، وأكيد بده يلاقي مخرج. أنا هيك بشوف بده يلاقي مخرج لهذا الحصار الاقتصادي، بده يلاقي مخرج. هو نحن ثقتنا فيه كبيرة، فهو أزكى من إنه ما فينهم قلت لك بالقتال. أنا ليك يعني الله يحميه ويحمي خيه، الله يحمي اللواء ماهر ويحمي السيد الرئيس بشار، اثنين عينين ساهرتين على سوريا بالليل وبالنهار، واحد بينام بالليل وواحد الله يطول عمرهم، اللواء ماهر والسيد الرئيس. يعني بده يصير مخرج بإذن الله ونطلع من هالمحنة ونتذكر هاي الأيام يا رب بإذن الله، ونقول الله سبحانه وتعالى الله يخلص لبنان معنا. يعني